الإكثار بطبيعته يحرق الشاعر المكثر، فما هو سر الأستاذ جابر الكاظمي في إكثاره المتسامي يوما بعد آخر؟ هل هو الخزين الفكري والأدبي أم أن هناك ما نجهله؟ ورجائي عدم إهمال سؤالي، فسؤالك وصل يا رؤوف ماجد. يعني أنا أقول لك شغلة يا عزيز يا محمد، لحد قبل 3 ساعات أو 4 ساعات كنت فاتح موضوع عن النقد، نعم وأقرب تاريخ النقد بعصر الجاهلي والعصر العباسي الإسلامي نعم والعصر العباسي والأموي إلى النقد الحديث يعني. نعم فأنا لحد الآن أبغى أدخل مواضيع، أحب أستفيد حتى إن كنت أكتب للمنبر أو لم أكتب للمنبر. الثقافة موجودة ولازم يقرأ الإنسان ولازم يطالع. ومسألة النقد، هم النقد فتشغلة تحترم في كل الحضارات. نعم يعني تصور لضرب خد مثال اللي هو تقريب شبه معجزة أدبية، نعم انه في يوم من الايام اكو المسيب ابن علس، معروف شاعر، هذا معروف شاعر جاهل. نعم المسيب ابن علس هذا كان يقرا قصيده بمكان مال تابع القيس ابن وائل، بني زين قيس ابن وائل، هم بني يعني، زين هو قيس ابن وائل شخص بس بعظمته صار بني قيس ابن وائل. نعم فقاعد هذا في بني قيس بن وائل كان يقرأ قصيدة ميمية، زين قرر منها بيت. طرفة بن العبد قاعد، ايش قد عمره طرفة كان ذاك الوقت؟ 10 سنوات. زين أرجو أن ينتبه هذا الأخ السائل، نعم 10 سنوات قاعد في المجلس ويقرأ ذاك قصيدة منها بيت، يقول: وقد أتلاسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدمي. بناج، الناجي شنو؟ الناجي هو فحل الإبل. زين الصيعرية علامة توضع على رقبة الناقة، زين شفت تباوع التناقض شلون؟ بناج عليه الصيعرية مكدمي. مكدمي هذا القماش اللي يصير النسيج ماله كلش قوي. نعم فرأسا طرفه ابن العبد هالعمر صغير انتقده للمسيب ابن علس، قال انه، قام يضحك قال: لقد استنوق الجمل. استنوق الجمل شنو ما يعني؟ ممكن، يعني يعني للجمل، هي ناقة يعني للجمل سوى ناقة. سوى ناقة. قال: استنوق الجمل. قال له: وكيف؟ هذا المسيب قال له: كيف؟ تعال هلم يا غلام، تعال هنا يمي. وقف قباله، قال له: شلون؟ قال له: انت تقول بناجن، الناجي فحل الابل والصيعريه توضع على رقبه الناقه، فانت استنوقت الجمل. ضحك المسيب قال له: افتح حلقك، طلع لسانك، طلع لسانه. قال: ويل هذا من هذا، اشر على راسه. الله الله قال: الله ويل راسك من لسانك. وبالفعل هماك بعدها ب 16 سنه بالضبط انقتل طرفه ابن العبد بسبب لسانه، لان كان يتكلم كلام الحق. فذاك الوقت كانوا يتقبلون النقد، هو طفل ما قال له هذا ابن من بالله، ما صح يستحي، ما يخجل بالله، هذا محترم لي كذا قاطعني، لا لا. بالعكس طرفه سجل اشاره في عالم النقد بأنه هذا الفتى الصغير اللي عمره 10 سنوات انتقد المسيب، وبهذه الالتفاتة دخل طرفة بمجال النقد من أوسع أبوابه، يعني ويعتبرون من نعتبر خير الناقدين أو بين رويتين. الناقد الأول أبو علي؟ لا لا، هو طرفة متأخر عن المسيب، بس قصدي على الحدث، لأن هو عمره حدث، والحدث من صار يعني حدث من حدث، فشوفه شيء معجز يعني. يعني هو حدث السن خلق هذا الحدث العظيم، يعني هذا النقد اللي صار. نعم فهذا هماتين مجال من مجالات الثقافة ومن مجالات الأدب، نعم يعني مجالات التقبل. وإن كان طرفة للمعلومة أنه طرفة قتل بسنة 569 نعم ميلادي ميلادي، 569، والرسول صلى الله عليه وآله ولد 571، يعني بعد بسنتين نعم بعد ما مات طرفه، يعني متاخر قصدي. صح وقبل شعراء عظام كانوا، وزهير معاصره كان. نعم فلهذا همات يعني للجواب القبله، هم يعني هذا الكلام مالي حتى للجواب اللي جاوبت قبله، هم يدفع انه الثقافه لازم تكون موجوده. زين اذا انت تبقى تواصل وتمارس ثقافتك ما يخلص عندك، هو بالعكس الشاعر كل ما يكبر كل ما خبرته تزيد،
كل ما قصيدتك تكون انضج. نعم وزهير من كتب القصيده المعلقه كتبها بعمره 80 سنه، وطرفه كتب المعلقه مالته عمره 23 سنه. هذا نابغه وذاك نابغه، نعم بينما الحكي اللي كان يكتبه، الحكمه اللي كان يكتبها طرفه، كانت تتشظى بين الابيات يعني نعم بالمعلقه مالته. بينما زهير من اخذها: سئمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يا سمي، ومن يصنع المعروف في غير اهله يجد حمده. مش هالك يا من ومن ومن. نعم حتى في روايه سئلوا من اشعر العرب، سئلوا الرسول صلى الله عليه واله، قالوا له من اشعر العرب؟ قال صاحب من ومن ومن، يعني الله على زهير. فهذول الناس علمونا انه لازم انت تواصل حتى ما تخلص عندك. نعم يعني زهير لو ما كان مواصل وما كان مباشر بحضور المجالس الشعراء الكبار، وهو ايضا يكتب، واولاده بجير وذاك الاخ اللي عدى الرسول اهرق دمه بانت سعاد، كعب، نعم كعب ابنه وبجير ابنه وبنته مات ايضا شاعره. هذول كلهم واصلوا. فالمواصله عزيزي انا قايلها بلقاء، والله المواصله والمطالعه ما تخلي الشاعر يخلص ابد، يبقى يعني يجدد، بل بالعكس قصيدته تكون اقوى. بينما من واحد